ليه. فكره طبعا كويسه جدا، فكره هتدي مساحه كبيره لكل العناصر الموجوده في 97 انه يشوفها الكابتن شوقي غريب. نتمنى ان شاء الله للفكره انها تنجح وتبدا تفرز عن مواهب لكل الانديه والمنتخب مصر. معانا برضو خبر مهم، منطقه القاهره لكره القدم تشكل 7 منتخبات للناشئين برائم 2001 و2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007، وما شاء الله منطقه القاهره من المناطق اللي عامله شغل كويس جدا خلال الفتره اللي فاتت. معانا على التليفون دلوقتي الكابتن ايمن حسان رئيس لجنه المسابقات بمنطقه القاهره. ازيك يا كابتن ايمن؟ ازيك يا كابتن اسامه؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحياك طيب. ما شاء الله منطقه القاهره عامله شغل كبير ومميز برئاسه طبعا الكابتن حماده الشربيني، كابتن محمد حشيش، ايمن حسان، عم شاكر عباده اللي موجود دايما في كل المباريات، البراعم والناشئين، كشري، ايهاب توفيق، محمد طه، كل الناس ما شاء الله عاملين شغل كويس في منطقه القاهره. والله شاكر ومجلس القرارات اللي هنعمل 4 منتخبات ناشئين وثلاث منتخبات براعم. المنتخبات الناشئين 2001 و2002 و2003 و2004. المنتخبات البراعم السنه دي طبعا انت حضرتك عارف ان القاهره دلوقتي للسنه العاشره بتشارك في بطوله طوكيو الدوليه عواصم العالم. تمام. بناخد فيها مراكز متقدمه اول وثاني وثالث. السنه دي 2005 هي اللي هتشارك باذن الله. مجلس الاداره اختار مدير فني علاء عبد السميع وادي دجله. تمام. مصطفى ماوين المولي العرب. تمام. احمد فوزي الاهلي. تمام. منتخب 2006 اختار مدير فني، مجلس الاداره اختار مدير فني طارق ضياء انبي. مدرب احمد ابو مسلم دجله. تمام. 2007 اختار الكابتن علي محمود عز الدين المعادي واليخت ومدير فني ومدرب شريف عفاضيل الاهلي. تمام. وباذن الله يعني في دراسه لل 2008 و2009 اللي بنشوف بس مدى الجدوى بتاعتها. على اساس احنا بنعمل المنتخب 2007 و2006 تجهيز للي هم بيسافروا بعد سنتين، يعني السنه الجايه 2006 هيسافر. تمام. اللي بعديها 2007، فاحنا بنحاول نجهز المنتخبات. وبالنسبه للمنتخبات الناشئين اللجنه الفنيه بقياده محمود موافي ابتدت دلوقتي خلاص يعني تاخد الجداول، بس احنا مستنظرين دلوقتي خبر يعني من اتحاد الكوره يدينا النسبه بتاعت القطاعات عشان نبدا الدوري بتاعنا، هيبتدوا يعني يجيبوا العناصر الكويسه في 2004 و2003. تمام. على اساس نبتدي احنا بنجهز للسنه الجايه، 2003 دي هتبقى منتخب مصر السنه الجايه. تمام. هي فكره ممتازه طبعا يا كابتن ايمن. هيعملوا تجمعات خلال الفتره الجايه؟ التجمعات على طول هتبدا بعد الامتحانات خاصه 2001. على اساس الكابتن حماده الشربيني لما اتكلم هو وكابتن احمد محفوظ اتكلموا مع كابتن محمود موافي. الكابتن نافع يعني قال له احنا عايزين ناخد جميع اللعيبه اللي كابتن ربيع ياسين ما خدهمش. تمام. يعني اللعيبه اللي ما خدهمش كابتن ربيع ياسين هم من دول اللي هناخدهم ونشوف العناصر الكويسه فيهم. ممكن يكون الكابتن ربيع ما شافش لاعب او لاعب كان مش فيهم ودوت كان شكله وحش كان في الملعب عنده برد، فاحنا هناخد اللعيبه اللي مش في منتخب مصر وهنلعب منتخب مصر ماتش واثنين وثلاثه ونشوف اللعيبه كويسه. لا هي فكرة طبعا ممتازة كابتن أيمن، ونتمنى لها إن شاء الله التوفيق خلال الفترة الجاية. وأنت كمان بتقول 2001 اللي ما راحوش منتخب مصر أنت بتجهزهم علشان الكابتن ربيع يقدر يشوفهم مرة تانية بشكل أفضل. فهو ده الهدف بتاع منطقة القاهرة، اللي اللعيبة كلها لازما يعني اللعيبة كلها البراعم كلها بيقول لك مالهاش هدف، لا الهدف بتاعنا اللعيبة كلها تحب مصر. تمام. كل الموضوع في حب مصر. تمام. وطبعا وفي حاجه كمان يعني قبل ما اكتب مع حضرتك بنقول بس للكابتن محمود الخطيب الحمد لله على السلامه وربنا يا رب كده نشوفه في كل حته موجود. نشكر الكابتن محمود الخطيب على الملاعب اللي بيديها لنا في البراعم، يعني ملاعب كتيره جدا السنه دي، يعني في تعاون بين النادي الاهلي ومنطقه القاهره، تعاون رهيب يا كابتن. اللعيبه كلها حابه تروح النادي الاهلي، حابه تدخل النادي الاهلي اللي هي الانديه الصغيره اثبت النخل والمطريه وشبرا، كل الانديه ديت بتروح النادي الاهلي. وخلاص احنا كمان النادي الاهلي ابتدى ينزل المدربين بتوعه المشرفين بتوعه يشوفوا لعيبه كويسه ياخدوها. تمام. وطبعا بنشكر كمان المهندس صلاح محسن رئيس مجلس اداره نادي المقاولين العرب، التعاون برضه يعني اكثر متعاونين معانا السنه دي النادي الاهلي ونادي المقاولين العرب، انا بشكرهم وبشكر كابتن محمود الخطيب والبشمهندس صلاح محسن وكل مجلس اداره الناديين. يعني كابتن ايمن حسان رئيس لجنه مسابقات منطقه القاهره شكرا جزيلا لك. كنا اتكلمنا في اول الحلقه عن قضيه مهمه جدا هي قضيه ازاله الملاعب الخماسي، زي ما قلنا لحضراتكم احنا ضد طبعا المخالفات ان الملاعب دي تقام على أراضي